حل لأزمة النفايات عند بلدية غسطة وليس في مجلس الوزراء؟ مع انتظار صدور موقف نهائي من مجلس الوزراء لأزمة النفايات، نعمة فريم بعد مكمل لمشروعه يلي عم بيقدم حلول طويلة المدى وبديلة للمطامر غير الحديثة. خدنا قرار من سنتين أنه نعمل يلي كان لازم تعمله الدولة، عملنا نحن مبادرة خاصة. فريم عم يحكي عن هالمعمل يلي عم بيفتح أبوابه لأول مرة لكتل من النفايات المكدسة، آلات حديثة ومتطورة جدا، والمعمل الأول من نوعه بشكل أوسط أيضا بنته بلدية غسطة لتنهي أزمة قديمة جديدة ومتواصلة بسبب إخفاقات الدولة. هذا المعمل بيعالج 200 طن من النفايات بالنهار، بيفرزهم ببداية لنفايات عضوية وغير عضوية. النفايات العضوية بحولها لسماد لكومبوست، بنعمل له ريفايننج بيتنظف للاستعمال. النفايات الغير عضوية بنزيد إعادة التدوير من خلال فصل الكرتون البلاستيك الحديد والألومنيوم وغيرها، والباقي بيتم تنشيفه وتحويله لار دي اف وباليتس يلي ممكن نستعمله كوقود بخلال تفكك حراري لانتاج الكهرباء او البخار او اي طاقه اخرى. خمس ضياع كسروانيه لهلا رح تستفيد من خدمات هالمعمل وتودع كابوس عانت منه بيئتهم الخضراء لسنوات. نحن بنتمنى انه هالمعمل يكون نموذج لكل هالبلديات ولكل هالمناطق، خليه يقدموا يعملوا معامل متنا لنحل هالازمه ونشيل هالازمه من ايدان الدوله اللبنانيه وعن كاهلها. عدم وصول الحكومات المتعاقبه الى حلول عمليه للنفايات حتى مع معمل بلدية غسطة ومعامل أخرى بلبنان وهي قليلة جدا أنه تشكل تجربة رائدة لوضع حد نهائي للأزمة وبأساليب متطورة وذات مردود مفيد. يعني ما حققته الدولة حققته البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، هيدا بيعني إعادة طرح مسألة المركزية للبلديات لتدير شؤونها الداخلية وتحل أزمة مثل أزمة النفايات. أنا درغام MTV.